السلام عليكم وأهلا بكم في نشرتنا الرئيسية، إليكم أبرز عناوينها. عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، تجديد لوفاء المملكة بالتزاماتها إزاء إفريقيا وفق شراكة اقتصادية مبنية على التعاون جنوب جنوب ومدافعة عن المصالح الحيوية للقارة السمراء. انخفاض مسجل في المنحنى الوبائي على المستوى الوطني في ظل الموجة الثالثة من الانتشار الجماعي للفيروس، ومتحور أوميكرون يشكل 98% من مجموع الحالات المسجلة. الحكومة تقرر العمل بمجموعة من الإجراءات والتدابير في إطار قرار إعادة فتح الحدود في وجه الرحلات الجوية من وإلى المملكة، والقرار يخلف ارتياحا في صفوف مهنيي القطاع السياحي. إشكالية بيئية حقيقية تواجه المناطق الرطبة بالمغرب في ظل تراجع مستوى المياه بالبحيرات وتداعيات المباشرة على الكائنات الحية. عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، تجديد للتعاون المتعدد الأطراف وتطوير للعلاقات المشتركة أحد سماتها المجال الاقتصادي، إذ راهن على دوره ومكانته لخلق شراكات مبنية على خطة رابح رابح وتشجيع الاستثمارات وبناء مشاريع وبرامج تنموية تنهل من التجربة والخبرة المغربية خدمة للقارة السمراء وتستهدف مواطنيها. محمد الواهبي، أمين شرقاوي، ومحمد الناصري. عودة المغرب إلى المؤسسة الإفريقية وفاء للتاريخ المشترك وترسيخ لمقاربة رصينة وواقعية ترعى المصالح المشتركة بوابتها شراكات تضامنية رابح رابح. حضور المغرب الوازن المتجدد من ملامحه إبرام منذ سنة 2000 حوالي 1000 اتفاقية مع الأشقاء في القارة السمراء همت مختلف مجالات التعاون، من أهمها إطلاق مشروع خط أنبوب الغاز الطبيعي عبر غرب إفريقيا. الآن المغرب يعد ثاني مستثمر على مستوى القارة الإفريقية، وفي تلك إشارة على أن عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي وقطعه مع سياسة الكرسي الفارغ وكذلك تشبع إخواننا وأشقائنا الأفارقة بالدور المحوري والاستراتيجي الذي تقوم به المملكة المغربية على المستوى الاقتصادي اعتبارا من الخبرات الكبرى التي يشهد بها العادي والبعد التي ركمتها المملكة المغربية، أدى ذلك إلى بناء صرح اقتصادي على مستوى مجموعة من الدول الإفريقية التي أصبحت تدعم بالرخاء الاقتصادي، وكذلك تستفيد في نفس الآن بالتكوين لكفاءات إفريقية على أساس تطلعها واطلاعها بمسألة تدبير تلك المشاريع. سعت الاستراتيجية المفعلة وفق التوجيهات الملكية السامية في إفريقيا إلى تشجيع الاستثمارات وتحسين تنافسيتها في قطاعات خبرتها الكفاءات المغربية كالاتصالات والفلاحة والسياحة والأشغال العمومية وغيرها من المجالات التي تقوي إشعاع المغرب قاريا. المغرب قوى من استثماراته الاقتصادية وجعل منها مدخلا لتنمية القارة الإفريقية بصفة عامة والمواطن الإفريقي بصفة خاصة، فهناك المدخل الاقتصادي من خلال تنويع الاستثمارات والصادرات المغربية وأيضا نقل الخبرة المغربية سواء في مجال البنوك أو التأمين أو الفلاحة وغير ذلك. ثم هناك البعد الاجتماعي أيضا الذي أولاه المغرب أهمية كبرى من خلال بطبيعة الحال مجموعة من الآليات سواء المتعلقة بتنمية الموارد البشرية وغيرها. الرؤية الملكية السامية المتكاملة للاندماج الإفريقي أحد أبعادها دعم النسيج الاقتصادي للقارة الإفريقية وخلق نموذج تنموي في القارة يستهدف المواطن الإفريقي تجسيدا لمنطق رابح رابح من منطلق انتمائه الإفريقي المتجذر.
ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من مدينة وجدة السيد وسام شهير، مسؤول المركز الجامعي للدراسات والبحوث الإفريقية بجامعة محمد الأول. أستاذ مساء الخير. مساء الخير أخي الكريم، وشكرا على الاستضافة. أهلا وسهلا. إذن أستاذ، كيف تتجسد الرؤية الملكية لشراكة مغربية إفريقية مبنية على منطق رابح رابح، هدفها الأساسي تحقيق التنمية الاقتصادية بالقارة الإفريقية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. جعلت المملكة المغربية منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، جعلت كما قلت من التعاون مع القارة الإفريقية خيارا استراتيجيا، حيث وضعت على رأس أولوياتها تعزيز هذا التعاون، وتعزيز التعاون بصفة عامة جنوب جنوب، وهذا حيث ترتكز الاستراتيجية المغربية على عدة أسس، منها تعزيز التنمية بكل أشكالها، خاصة التنمية المستدامة والتنمية الاقتصادية، وكذلك تطوير المهارات البشرية، وكذلك تقاسم الخبرات. هذه الاستراتيجية تستند على عدة محاور، أبرزها التعاون المالي. حينما نتحدث عن التعاون المالي نتحدث عن لامسي، الوكالة المغربية للتعاون الدولي، التي تمنح عدة منح للطلبة الأفارقة، كذلك تشكل مجالا للتعاون التقني والاقتصادي. لا ننسى أن صاحب الجلالة سنة 2000 قام بحذف ديون كل الدول الإفريقية التي تعاني من ضعف النمو الاقتصادي. المحور الثاني وهو تعزيز الانفتاح التجاري. في سنة 2001 قام صاحب الجلالة بإعفاء 34 دولة إفريقية من رسوم الواردات على المنشآت ذات المنشأ من هذه الدول. كذلك قام المغرب في سبيل تعزيز هذا الانفتاح التجاري باستغلال الاتفاقيات التجارية التفضيلية التي وقعها المغرب، واستغلالها من قبل الدول الإفريقية. المحور الثالث كذلك تشجيع الاستثمارات من وإلى إفريقيا، حيث من خلال الشبكة الواسعة من الاتفاقيات التي وقعها المغرب، والتي تضم ما يربو عن 69 اتفاقية، وللعلم فهي في المغرب ثاني دولة إفريقية بعد مصر من حيث هذه الاتفاقيات ذات التي تسعى إلى حماية وتعزيز الاستثمارات، يسعى من خلالها إلى تشجيع الاستثمارات من وإلى إفريقيا. والمحور الرابع دعم برامج التنمية البشرية، حيث الميزة التي كانت للزيارات الملكية التي قام بها صاحب الجلالة لإفريقيا أنها كانت زيارة تحمل الخير لإفريقيا من قبيل فتح مستشفيات كذلك ثابتة، أو المستشفيات المتنقلة، دعم بعض البرامج من ضمنها برامج السكن الاقتصادي. إذن حينما نتحدث عن التعاون المغربي الإفريقي والعلاقات المغربية الإفريقية، هي علاقات كما قلت علاقات رابح رابح، تتجاوز المنطق الاستغلالي للقارة الإفريقية. المغرب دائما يسعى إلى استثمار القارة الإفريقية، تمتلك مؤهلات ضخمة جدا. المغرب باعتباره قوة إقليمية وقوة محورية يسعى إلى لعب دوره التاريخي الذي كان يلعبه ولا زال يلعبه حاليا. إذن أستاذ، بلادنا راكمت تجارب رائدة إفريقيا وقاريا في تشجيع الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية وتقوية أسس الاقتصاد الوطني لمواجهة تداعيات الأزمات العالمية، ولعل ما أبانت عنه المملكة من صمود أمام تحدي الجائحة وتداعياتها الاقتصادية خير دليل على ذلك. إذن أستاذ، ما هي أبرز الدروس التي يمكن استخلاصها من تدبير المغرب للتداعيات الاقتصادية للجائحة، والتي يمكن أن تكون في خدمة التنمية الاقتصادية بالقارة؟ يمكن القول أن التجربة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، تعتبر نموذج ليس قاري ولكن نموذج دولي يحتذى به.
لأنه جعل من العامل البشري وحماية العامل البشري وحماية المواطن الهدف الأساس. وحماية المواطن حينما نتحدث ليس فقط حماية على المستوى الصحي ولكن كذلك حماية حتى موارده الاقتصادية. إذن أولى المبادرات التي قام بها صاحب الجلالة وهي خلق صندوق مواجهة جائحة كوفيد، كذلك تأمين الحاجيات الأساسية خاصة من الحاجيات الصحية، وما ميز المغرب وهو بعده التضامني. إذن حينما نتحدث عن هذه الجائحة، المغرب لم يكتفي فقط بالقول ولكن قام بالفعل. إذن هذا التضامن نجده من خلال إرسال العديد من الشحنات الطبية والصحية، العديد من الجرعات، العديد من المستلزمات الصحية التي كانت مفقودة على المستوى الدولي للدول الشقيقة الإفريقية. كذلك قام بتأمين مصادر العيش الكريم للمواطن المحلي وكذلك حتى للصعيد الإفريقي. قلت بأنه المحور الأساس الذي دائما المغرب يسعى إلى تفعيله وهو تشجيع الاستثمار من وإلى إفريقيا. وكما أشرتم في روبورتاجكم، المغرب يعتبر من أكثر الدول استثمارا في القارة الإفريقية. لا ننسى بأنه ما يربو عن ما يقارب 50% من مجموع استثمارات المغرب بالخارج هي استثمارات بالقارة الإفريقية. إذن نجد أن هذا الوتيرة هي وتيرة تصاعدية، وتيرة تصاعدية منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه الميامين. هناك تقريبا 9.5% نسبة نمو المبادلات التجارية ما بين المغرب والدول الإفريقية. هذه النسبة لم تتأثر مع الجائحة ولكن تم تعزيزها، وهذا ما سنراه إن شاء الله مستقبلا. نعم. في السنوات المقبلة إن شاء الله. إذن أستاذ وسام شهير، ماذا عن آفاق الاندماج الاقتصادي بين بلدان القارة الإفريقية؟ هذا حلم إن شاء الله نتمنى أن يتحول إلى حقيقة. هذا الاندماج بدأ فعليا في تعزيز العلاقات التجارية. هو في حقيقة الأمر حينما نتحدث عن هذا الاندماج هو فقط إعادة هذا الاندماج بصورة جديدة، لأن حينما نتحدث تاريخيا فالمغرب دائما كان مندمجا. حينما نتحدث تاريخيا أن المغرب دائما مرتبط بعمقه الإفريقي، نتحدث دائما خاصة بالنسبة لدول غرب إفريقيا، الواجهة الأساسية لدول غرب إفريقيا دائما كان هو المغرب. نتحدث دائما عن القوافل التجارية التي كانت ترتبط بالمغرب عبر العديد من الطرق التجارية، رغم الحصار الذي كان من بعض الدول الأوروبية في القرن الخامس عشر بعد احتلال مثلا الحصار البرتغالي السواحل الإفريقية وكذا. دائما المغرب كان هو المنفذ الدولي الإفريقية. في الوقت الراهن يتم تنزيل هذا التعاون وهذا الاندماج من خلال العديد من الاتفاقيات التي تربط المغرب بالعديد من الدول الإفريقية، وكذلك من خلال الاستثمارات المغربية في الدول الإفريقية، ومن خلال كذلك المبادلات التجارية مع هذه الدول الإفريقية التي تعتبر المغرب شريكا لا ضروريا ولا لا بديل عنه على المستوى القاري. نعم، السيد وسام شهير مسؤول المركز الجامعي للدراسات والبحوث الإفريقية بجامعة محمد الأول، شكرا لك على كل هذه التوضيحات. رح
رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بمصادقة بيت مال القدس الشريف على الحزمة الأولى من مشاريع التنمية الاجتماعية والبشرية في القدس الشريف بمبلغ $1 مليون أمريكي، وذلك في إطار خطة عملها السنوية لعام 2022. وقالت الأمانة العامة للمنظمة في بياننا اليوم إن هذا الاعتماد يندرج في إطار الاهتمام والعناية الساميين اللذين ما فتأ يوليهما صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية رئيس لجنة القدس، ولتمكين ساكنة هذه المدينة المقدسة من الاستفادة من هذه المشاريع ودعم صمودها. في موضوع آخر، وابتداء من 7 فبراير الجاري الحكومة تقرر العمل بمجموعة من الإجراءات والتدابير من أجل ضمان حسن تنزيل قرارها القاضي بإعادة فتح الحدود في وجه الرحلات الجوية من وإلى المملكة، وذلك استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية وبناء على توصيات اللجنة التقنية المحدثة لهذا الغرض. التفاصيل مع ياسر العمراني. الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة تهم إلزامية الإدلاء بجواز التلقيح وبنتيجة اختبار PCR سلبي لأقل من 48 ساعة قبل صعود الطائرة بالنسبة لجميع المسافرين الراغبين في الولوج إلى التراب الوطني، إجراء اختبارات الكشف السريع للركاب فور وصولهم إلى مطارات المملكة، إجراء اختبارات PCR على مجموعات من المسافرين بشكل اعتباطي فور الوصول على أن يتم إخبارهم بالنتائج لاحقا. وفي هذا الصدد سيتم وضع جميع التجهيزات والوسائل البشرية الصحية والأمنية والإدارية اللازمة لإنجاح هذه العمليات. إمكانية إجراء اختبار إضافي بالفندق أو مركز الإقامة بالنسبة للسياح الوافدين على المملكة، وذلك بعد 48 ساعة من دخولهم التراب الوطني. وقد تم وضع تدابير خاصة بالنسبة للحالات الإيجابية، حيث سيتم إلزام الحالات الإيجابية العادية بالحجر الصحي بأماكن إقامتهم مع إخضاعهم للتتبع الدقيق، إلى جانب نقل الحالات الإيجابية الصعبة والحرجة إلى المستشفيات تلقي العلاج اللازم. وحثت الحكومة جميع الوافدين على المملكة من مغاربة وأجانب مقيمين وسياح على المساهمة بكل إيجابية في إنجاح تنزيل هذه الإجراءات، مجددة دعوتها للمواطنات والمواطنين لمواصلة الالتزام المسؤول والحرص على اتخاذ كافة الاحتياطات الاحترازية مع الإسراع بتلقي الجرعات المحددة واستكمال مسار التلقيح، وخاصة تعزيزه بالجرعة الثالثة بما يحافظ على المكتسبات المحققة ويساهم في العودة التدريجية للحياة الطبيعية ببلادنا. في جديد الحالة الوبائية، تم تسجيل 3080 إصابة جديدة بفيروس كوفيد 19، وبلغ عدد المتعافين 7006 أشخاص، فيما تم تسجيل 35 وفاة خلال 24 ساعة الماضية. من جهة ثانية، تلقى 4,510,819 شخصا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23,084,796 شخصا مقابل 24,662,706 أشخاص تلقوا الجرعة الأولى. وفي حصيلتها النصف الشهرية، أكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أنه تم تسجيل انخفاض في المنحنى الوبائي على المستوى الوطني، وأن بلادنا تعيش الموجة الثالثة من الانتشار الجماعي للفيروس التي أصبحت الآن تسمى بموجة أوميكرون، بعدما بلغت نسبة الإصابات بهذا المتحور 98% من مجموع الحالات المسجلة. المزيد في ورقة خديجة زرق. متحور أوميكرون هو السائد حاليا، حيث يمثل 98% من مجموع الإصابات بالفيروس. فبعد مرحلة تصاعدية امتدت لخمسة أسابيع، بدأ منح انتشار الفيروس ينخفض خلال الأسبوع السادس من الموجة الثالثة. وصلنا ذروة الحالات الجديدة والتعفنات بالفيروس في الأسبوع السادس من الموجة
الممتد من 17 إلى 23 يناير 2022، وبدأنا المرحلة التنازلية منذ الأسبوع الماضي، أي من 24 إلى 30 يناير 2022، حيث انخفضت الحالات بناقص 34% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه. وعلى الرغم من المنح التنازلي لانتشار الفيروس، إلا أن مؤشر توالد الفيروس الخطير الذي يؤدي إلى غرف الإنعاش ما زال مرتفعا، حيث يمثل 1.7%. وستستمر للأسف الشديد الوفيات في الارتفاع خلال الأسبوع الحالي، الذي من المرجح جدا أن يكون هو ذروة الوفيات، لأنه دائما كاين ثلاثة ديال الذروات، يعني ذروة الحالات الجديدة بشكل عام والتعفنات، أسبوع بعد ذلك في المعتاد، هذا هو المعتاد في المواجهات السابقة، أسبوع بعد ذلك تجي ذروة الحالات الخطيرة والحرجة اللي كان على الأرجح الأسبوع الماضي، وبعد أسبوع كتجي ذروة حالات الوفيات. من هنا تبرز أهمية أخذ الجرعة الثالثة المعززة لتفادي دخول غرف الإنعاش، حيث يلاحظ أن 77% من الأشخاص الذين يتوجب عليهم أخذ الجرعة الثالثة لم يتوجهوا إلى مراكز التلقيح لأخذ هذه الجرعة. تتحسن بشكل طفيف جدا نسبة التغطية بالجرعة المعززة، حيث بلغت إلى حدود يوم أمس 12.1% بمعدل استمرارية ديال 23%، معناه أنه 77% من المواطنين اللي وصلهم موعد الجرعة الثالثة أو الجرعة المعززة لم يستفيدوا من هذه الخدمة. وعلى الرغم من أن الموجة الثالثة من انتشار الفيروس بدأت تسير في المنحى التنازلي، إلا أن الخطر ما زال قائما، مما يستدعي الاستمرار في التقيد بالإجراءات الوقائية وأخذ الجرعات الضرورية. وأمام انتشار المتحور أوميكرون وتأثيره على الفئات الهشة، تواصل مراكز التلقيح استقبالها للمعنيين بتلقي جرعات اللقاح وخاصة الثالثة المعززة، جرعة من شأنها تحقيق مناعة جماعية تساعد في العودة إلى الحياة الطبيعية. الروبورتاج لمهدي محيب والعربي النهيري. في ظل الانتشار السريع والمتسارع للمتحور أوميكرون، بات من الضروري جدا أخذ الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وهي الجرعة المعززة للمناعة بحسب ما أكدته الأبحاث والدراسات العلمية. جئنا إلى مركز التلقيح هذا بسيد الطيبي بإقليم القنيطرة لمعاينة سير عملية التلقيح والإقبال على الجرعة الثالثة من طرف المواطنات والمواطنين، وسنسأل هذا الشاب. السلام عليكم سيدي، شنو الأهمية دي الجرعة الثالثة بالنسبة لك؟ اللقاح الثالث، الجرعة الثالثة، دقيت الجرعة الثانية في شهر 8/24 وكنت عيان، دابا عاد جيت ندقها. كنتمنى من المواطن المغربي كامل يدق هذه الجرعة الثالثة، كنتمنى المساعدة من المواطن يعاون السلطة ويعاون هاد الناس ديال السي الطبيب باش يوصلوا للجرعة الأخيرة في اللقاح. نعم، انت دابا درتي الجرعة الثالثة، شنو هما باش حسيتي، شنو الأعراض اللي حسيتي بها؟ ما كاين حتى حاجة، بحال ما دقيتهاش، ما كنحس بوالو دابا، ما عادية، ما كاين حتى حاجة. ما كنتمنى الشباب والناس، الناس الكبار، أكثرية الناس الكبار كنتمنى يدقوا هذا اللقاح كامل. جيت ولدي ندير التلقيح الثالث، سمعنا في التلفازة كيديروا، جينا حتى حنا بحالنا بحال المواطنين. أنا جيت دابا باش ندير الجرعة الثالثة، باش نحميو العائلة ديالنا ونحميو أنفسنا ونحميو المجتمع ديالنا، باش المغاربة ديالنا كنطلبوهم باش يديروا هاد الجرعة الثالثة، وأنا درت هاد الجرعة الثالثة دابا والحمد لله ما بيا حتى شي حاجة، كنحس براسي مزيان، أون فورم مزيان الحمد لله. جهود الدولة في تلقيح جميع فئات وشرائح المجتمع لها أوجه متعددة، من مراكز التلقيح إلى المؤسسات التعليمية وبالضبط بالثانوية التأهيلية سيدي الطيبي، حيث سيتلقى التلاميذ والتلميذات الجرعات الخاصة بهم من اللقاح. السلام عليكم، بالنسبة لك شنو هي الأهمية ديال التلقيح بالنسبة لك أنت كشاب؟ اليوم جينا درنا التلقيح في المؤسسة باعتبارنا فئة ديال الشباب، فئة اللي معنية بهذا الأمر، وأنا كنقول للناس وخصوصا الشباب أنهم يجيو ويديروا اللقاح باش يحميو راسهم ويحميو العائلات ديالهم. جيت لهنا باش ندير التلقيح ديالي
باش نحمي راسي ونحمي عائلتي من هذا المرض الخطير. وكنتمنى من جميع التلاميذ انهم تاهما يديروا هذا التلقاح باش يحميوا راسهم. جيت ناخذ جرعه الاولى كوني ما خديتهاش باش نحمي راسي والعائله ديالي والاصدقاء اللي كيدوروا بيا، باش ندخل المؤسسه ديالي بامان ونحمي نحمي يعني المتمدرسين ديالي والاصدقاء اللي كي يعني كونهم كيقراو معايا. طريقان اثنان لا ثالث لهما لتجنب العدوى والخروج من الأزمة الصحية التي يعيشها العالم. الطريق الأول الإقبال على التلقيح وأخذ الجرعات الثلاث. الطريق الثاني الاستمرار في الالتزام بالتدابير الاحترازية والوقائية. وبهدف تسريع وتيرة التلقيح وإيصال جرعات التطعيم إلى مختلف مناطق واجهات المملكة، تواصل الفرق المتنقلة تقديم خدماتها للمواطنين القاطنين بالقرى النائية. والنموذج من السوق الأسبوعي بأزرو حيث التعبئة مستمرة، كما نتابع ذلك في روبورتاج زينة إتلامين وأحمد الفاضلي. بين نداءات الباعة ومساومات المتبطعين تتوسط الوحدة المتنقلة السوق الأسبوعي لأزرو كمستوصف صغير على عجلات للوحدة المتنقلة كل مقومات مركز التلقيح ونفس الإجراءات قبل تلقي الحقنة. جيت اليوم السوق، جيت نتقدى الخضرة للدراري ولقيت هاد الناس هادو هنايا الله يكثر خيرهم. أنا درت دابا الثالثة، اللهم لك الحمد، وبغيت نحمي راسي ونحمي العائلة ديالي. جيت من تعبدت للسوق وتقديت الخضره ديالي وجيت لقيتهم كيديروا هاد الشوكه وهاني درتها، داز بخير وعلى خير. الزبائن ليسوا وحدهم من اغتنم فرصه التسوق للتلقيح، فالباعة ايضا اخذوا لهم مكانا داخل الوحده. ندير انا الشيء ديال البيع والشراء في السوق الكسيبه، وجيت اليوم باش ندير الليبرا باش نحمي راسي ونحمي العائله ديالي. اطباء راه كينصحونا باش اننا نديروا الليبرا الثالثه حيت هما اللي عارفين القيمه ديالها والمفعول ديالها. باتت الشاحنه الصغيره للتلقيح وجها مالوفا لدى المترددين على السوق والباعه ايضا. صحة وسلطات ومجتمع مدني ووحدة متنقلة في خدمة المواطنين لأخذ الجرعات التلقيح، وتأكيد على أخذ الجرعة الثالثة المعززة المنشطة للجرعتين الأولى والثانية. الممرضين وتقنيين الصحة والأطر الطبية والأطر في وزارة الداخلية مجندين من أجل إنجاح عملية التلقيح. كنحاولوا جميع المواطنين يتلقوا التلقيح ديالهم باش هكا يحميو العائلات ديالهم والناس اللي قرب ليهم. الوحدة الطبية المتنقلة أغنت المتسوقين عن تجشم عناء التنقل، فالسوق الأسبوعي موعد تلاقي ساكنة الأطلس المتوسط، فيه يتبضعون ما يلزم الأسبوع، وفيه أيضا يتسقطون أخبار التواوير. اليوم أصبح أيضا مكانا للتطعيم. ولمناقشة جديد المؤشرات الوبائية ببلادنا ينضم إلينا مباشرة من مدينة فاس البروفيسور طارق سقلي الحسيني، الأستاذ بكلية الطب والصيدلة بفاس. بروفيسور مساء الخير. مساء الخير. إذن بروفيسور، دخلنا المرحلة التنازلية في إطار موجة أوميكرون، واش هذاك يعني أن انتشار الفيروس أصبح متوسط أو ضعيف؟ هو حال حسن من حال، الحمد لله ملي تعدينا الاوج ديال الجائحه ولا مرحله الذروة من ناحيه ديال الحالات الجديده تنتمناو خير، ولكن مازال ما خرجناش من المرحله الحمراء اللي هي تيكون مازال فيها انتقال ديال الفيروس مازال منتشر كبير. وخير دليل على الانتشار هو المؤشر ديال التوالد اللي هو حاليا 0.85، اي انه كل واحد تيعادي قل من واحد اخر، ولكن مازال ما خرجناش من منطقه ديال الخطر، لانه ما تيمكننا ندوزو المرحله البرتقاليه اللي هي اقل خطوره نسبيا حتى تنكونوا قل من 0.7. ومن ناحيه اخرى كاين تفاوت ما بين الجهات، وحتى هو خصنا ناخذوا بعين الاعتبار. إذا بروفيسور، موجة أوميكرون وصلت الذروة ديالها، وطبعا كيف ما أشرنا بدأت المرحلة التنازلية بعد 5 أسابيع من المؤشرات التصاعدية، شنو اللي كنتظروا في الأيام أو الأسابيع المقبلة خاصة فيما يتعلق يعني بالعدد ديال الوفيات والحالات الحرجة؟
كاين بالطبع الدروة وصلنا لها من ناحية عدد الحالات، ولكن مازال تنشاهدوا عدد الوفيات يرتفع، لأنه كاين دائما تفاوت ما بين حدوث الحالة وما بين دخولها المرحلة الخطيرة إذا كانت فيها الاحتمال الخطر، وما بين لا قدر الله الوفاة، وبالتالي ما بين الموجة الأولى ديال الحالات تبعتها الموجة ديال الحالات الخطيرة اللي يمكن هي اللي عشنا مؤخرا، والآن مازال ما ساليناش الموجة ديال الحالات اللي تتأدي للوفاة، مازال ما ساليناش المرحلة التصاعدية، لأنه مازال كاين أسابيع بعد داكشي ديال المرحلة اللي ديال الانخفاض التدريجي، ولكن خلال مرحلة الانخفاض مازال تنستمروا في تسجيل حالات، في تسجيل حالات خطيرة وفي تسجيل وفيات. إذا ماشي بلوغ الدروة معناه أننا سالينا، بلوغ الدروة معناه مازال الدروة ديال الوفيات غادي توصل، ومازال عادة ندوا في المرحلة ديال الانخفاض، وتنتمنوا تكون انخفاض بأسرع وتيرة ممكنة إن شاء الله. نعم، بلغة الأرقام وفي النسب ديال التلقيح، أزيد من 67% نسبة الملقحين بالجرعة الأولى، 63% نسبة الملقحين بالجرعة الثانية، و 12% نسبة الملقحين بالجرعة الثالثة. كذلك معطيات الرصد المتعلقة بوفيات الأسبوع المنصرم كتبين أنه من أصل مجموع 230 من الوفيات، أكثر من 85 منهم وضعهم تلقيحي غير متوافق مع البروتوكول الوطني، يعني إما غير ملقحين أو خداو جرعة واحدة فقط أو ما خداوش الجرعة الثالثة المعززة. بالتالي شنو الخطورة ديال استمرار تدني معدلات التلقيح بروفيسور؟ هذه المعطيات اللي ذكرتي هي معطيات وطنية، وتنعتزوا أنه كاين معطيات وطنية وتتمشي في نفس السياق مع المعطيات العالمية اللي لاحظت نفس الملاحظات. كاين ارتباط كبير ما بين استيفاء التلقيح بطريقة كاملة وبطريقة صحيحة ونقص في حالة الخطيرة. إذا إلا بغينا نكونوا تنحموا راسنا من حالة الخطيرة خاصنا نستوفيوا هذا التلقيح. في المغرب بالإضافة إلى الأرقام اللي ذكرتي كاين رقم آخر اللي بالنسبة لي مهم بزاف، اللي هو درجة ولا نسبة استمرارية في التلقيح. هذا الرقم هذا عندنا منخفض حنا بزاف في المغرب، عندنا فقط 23% ديال الناس اللي كملوا جرعتين وكملوا 4 شهور من بعد الجرعه الثانيه وجا وقتهم باش يديروا الجرعه الثالثه ومازال ما خداوهاش، اي ان 77% من المغاربه اللي في هذه الحاله هذه ما خداوش الجرعه الثالثه. هذا مؤشر لا يطمئن، لانه هاد الناس هادو تيعرضوا راسهم انهم يكونوا في الشريحه ديال الناس اللي معرضين للحالات الخطيره. اللي تيحز في القلب هو انهم الناس هادو كانوا مقتنعين، تلقاو الاولى وتلقاو الثانيه وشاهدوا انهم ما كانش الحمد لله حتى شي اخطار اللي كبيره، من بعد مرات تكون مضاعفات جانبيه ولكن مقبوله بالمقارنه مع خطر الوفاه المحتق بنا في حاله اننا ما كملناش التلقيح. تبقى كل الامور نسبيه، وباش نقصوا من النسبه ديال الخطوره خاصنا نتلقاو الجرعه الثالثه ونكملوا التلقيح بالجرعه المعززه. قبل ما نواصلوا معك بروفيسور، اكدت دراسه مغربيه انجزها باحثون بكليه الطب والصيدله بالرباط ان فعاليه لقاح سينوفارم تتجاوز 70% خلال الاشهر التسعه الاولى بعد تلقي الجرعه الثانيه، وهي الفعاليه التي تتناقص نسبيا بعد مضي ثلاثه اشهر، الامر الذي يفسر اهميه الجرعه الثالثه لتعزيز المناعه ضد الفيروس. تقرير عبد الحميد جبران. لقاح سينوفارم الأكثر استعمالا في الحملة الوطنية للتلقيح بالمملكة له نفس فعالية اللقاحات الأخرى المتوفرة عبر العالم، هذا ما خلصت إليه دراسة مغربية أنجزها خبراء بكلية الطب والصيدلة بالرباط. الدراسة أكدت أن فعالية لقاح سينوفارم تكون في حدود 90% خلال الأشهر الثلاثة الأولى بعد تلقي الجرعة الثانية، قبل أن تنخفض إلى ما بين 70 و80% خلال الستة أشهر الموالية، لا سيما بالنسبة للأشخاص الذين يفوق سنهم 60 سنة. هي دراسة في ظروف الحياة الحقيقية، يعني أن المعطيات اللي تخدمت في هذه الدراسة هي المعطيات ديال المواطنين المغاربة اللي تفاكسيناو لي سونتر دو فاكسيناسيون اللي كانوا كيمشيو ليهم. من غير الفاكسان سينوفارم كاين دوطخ فاكسان اللي تخدموا، ولكن احنا الضوء درنا على سينوفارم حيت سينوفارم أولا تستعمل عند أكثر من 70% ديال لا بوبولاسيون اللي تفاكسينات أولا، وثانيا هو واحد المادة للمغرب كي 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 من ضمن الاستراتيجية ديالو أنه يبدأ يصنع هذا الفاكسان.
هذه الدراسة التي شملت 25 ألف شخص استمرت منذ بداية الحملة الوطنية للتلقيح وإلى غاية بداية أكتوبر المنصرم، ووقفت على أن أغلبية اللقاحات المتوفرة ومن بينها السينوفارم تكون فعاليتها في حدود 90% وتنخفض بعد ذلك نسبيا، وهو الأمر الذي يفسر أهمية اللجوء للجرعة الثالثة للمحافظة على نسبة الحماية مرتفعة بحسب المشرفين على هذه الدراسة. بالعودة إليك بروفيسور، أكيد تابعت الدراسة المغربية اللي داروها باحثين مغاربة واللي كتأكد فعالية لقاح سينوفارم وكتأكد كذلك بالملموس وبالمعطيات العلمية أهمية الجرعة المعززة. شنو ممكن تقولوا لنا على هذه الدراسة بروفيسور؟ بغي نقول أولا أنه ضروري تكون عندنا دراسات مغربية للمشككين في اللقاحات ومشككين في جدوى البروتوكولات اللي تسنها وزارة الصحة، وكلهم كانوا من النقاط التي تركزوا عليها تقول لك واش هذا الشيء اللي تثبت في الخارج كاين في المغرب. الآن هذه دراسة مغربية على صعيد واسع، أكثر من 25 ألف ديال الناس اللي فيهم جوج ديال الشرائح، إذن هي دراسة مقارنة اللي كتمكننا أننا نتبعوا الناس بحسب معايير واضحة. الفريق ديال البحث في الرباط تمكن أنه يبين معطيات اللي واضحة اللي تتأكد ما جا في المعطيات العالمية، ولكن هذه المرة بالنسبة للسينوفارم لأنه كاين بزاف ديال الإصدارات علمية خاصة بالتلقيحات الأخرى، ولكن بالنسبة لسينوفارم كاينة كذلك ولكن قليلة، وهنا الآن نشوفوها عند ساكنة مغربية بخصائص مغربية حسب البروتوكول المغربي، وتنشوفوا شنو هو النتيجة على الحالات الخطيرة. إذن معطيات واضحة لتتأكدنا أنه القرار ديال تخفيض المدة ما بين الجرعة الثانية والجرعة الثالثة إلى 4 أشهر مبني على معطيات علمية، كما هو الحال في جميع القرارات التي اتخذت من قبل بتوصيات من اللجنة العلمية. إذن خاصنا نتبعها، وهذا دليل آخر إذا كان خاصنا دلائل أخرى على الأهمية ديال التلقيح ابتداء من الشهر الرابع من بعد الجرعه الثانيه بجرعه معززه. اذا قبل ان نوصل معك بروفيسور سقلي الحسيني، نيوكوف هي سلاله جديده لفيروس كورونا اكتشف علماء من مدينه ووهان الصينيه. السلاله حسب الدراسه التي قام بها الخبراء قد تكون اكثر فتكا من المتحورات السابقه. التفاصيل مع زكيه بلقاس. هل يعيد التاريخ نفسه ويتكرر سيناريو اكتشاف كورونا؟ فوهان مهد الفيروس منذ عامين تشهد اكتشاف سلالة حديثة تحمل اسم نيوكوف. فريق العلماء التابع لجامعة ووهان أوضح أن الفيروس الجديد ينتقل من الحيوانات إلى البشر، وأنه ظهر لدى الخفافيش ويصعب التعامل معه من خلال الأجسام المضادة. الفريق العلمي أكد أن الفيروس الجديد اكتشف في الأصل في جنوب إفريقيا، وأنه قريب من فيروس متلازمة الشرق الأوسط التنفسية ميرس كوف، والذي يؤدي إلى وفاة شخص من كل 3 أشخاص يصابون بالعدوى. ويخشى العلماء الصينيون من حدوث طفرة تجمع بين خاصية ارتفاع معدل الوفيات المرتبط بفيروس ميرس والانتقال السريع للعدوى المرتبط بفيروس كوفيد-19. منظمة الصحة العالمية من جانبها اعتبرت أن التهديد الدقيق الذي يشكله الفيروس الجديد على البشر يحتاج إلى مزيد من الدراسة، وأكدت مراقبتها لتهديدات الفيروسات الحيوانية الناشئة والتي تعد الحيوانات البرية مصدرا لها بنسبة 75%. إذن بروفيسور، كيفاش كتتابعوا الأخبار الواردة بخصوص السلالة الصينية الجديدة الفيروس كورونا اللي سموها العلماء نيوكوف؟ واش مخاطر ظهور سلالات جديدة مازال كاينة، خاصة أن هذه ظهرت في المنشأ ديال الفيروس الأصلي؟
شكرا. اليقظة ضرورية، وهذا الشيء علاش خاص التتبع ديال ما يصدره العلماء في جميع أنحاء العالم وكذلك في المغرب. اللي نبغي نوضح بنقاط بسيطة، أولا تم اكتشاف ديالها في جنوب إفريقيا من طرف الباحثين ديال ووهان وليس في المنشأ بالصين. النقطة الثانية هي ماشي سلالة جديدة ديال كوفيد بحال كوفيد 19 ولا سارس كوف 2، هي من نفس الفيروسات التاجية ولكن ماشي ديال سارس كوف 2، وبالتالي ماشي ممكنش نتكلموا على متحور ديال كورونا، هو متحور ديال هو نوع من الفيروسات ديال هذا اللي تشبه المتلازمات الشرق الأوسط التنفسية، فيروس اللي معروف من 2011 ماشي اليوم، وفي إطار التتبع كاين هذا التتبع ديالو. النقطة الأخرى اللي مهمة بزاف هو راه ما تبتش أنه تنتقل للإنسان، كاين تبت في المختبر عند الناس عند الفريق ديال ووهان أنه إلا وقعت واحد الطفرة في واحد النقطة معينة هما اكتشفوا النقطة فين يمكن أن وقعت الطفرة يولي تيقدر ينتقل للإنسان، ولكن احتمال حدود ذاك الطفرة في ذاك المكان احتمال اللي وارد ولكنه ضعيف، والدليل على ذلك هذه 11 سنة هما تيتابعوا وما حصلتش الطفرة في ذاك المكان. هذا ما تيمنعش من الحذر من اليقظة، وداك الشيء علاش في 27 من شهر يناير منظمة الصحة العالمية قالت أنه غادي تواصل التتبع ديالو كما تواصل تتبع فيروسات متعددة. نقطة أخيرة، السمية ديالو من بعد المرة تتوحي لنا أنه تشبه الكوفيد 19 لأنه سميتو نيو كوف، ولكن ذاك نيو راه ماشي هي وجديد، هذيك نيو هي ثلاث الأحرف الأولى من سمية الخفاش عندما نكتشف هذا الفيروس، إذا ما نمشيوش في الخلط وما يسحبناش راه طفرة جديدة ديال كوفيد 19، ما تنتكلموش على الكورونا اللي تنعرفوه الآن ديال سارس كوف 2. نعم، شكرا على كل هذه التوضيحات وشكرا على تفسير هذا اللبس البروفيسور طارق صقلي الحسيني أستاذ بكلية الطب والصيدلة بفاس. والمخطط الاستعجالي لدعم قطاع السياحة شكل أحد محاور جلسة الأسئلة الشفوية التي انعقدت اليوم بمجلس المستشارين، جلسة تم خلالها استعراض مضامين هذا المخطط وإجراءات تفعيله. أحمد العلوي وعبد الإله مزاحم. أمام مجلس المستشارين قدمت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني الخطوط العريضة للبرنامج الاستعجالي لدعم القطاع السياحي والذي أقرته الحكومة، مخطط يتوخى مساعدة القطاع على تجاوز آثار الأزمة ويضم عددا من الإجراءات. الإجراء الأول هو تمديد التعويض الجزافي المحدد في 2000 درهم شهريا خلال 3 شهور الأولى ديال 2022، ويستفيد من هذا التعويض مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، وكالة الأسفار، المرشدون السياحيون، النقل السياحي، وكذلك المطاعم السياحية المصنفة. الإجراء الثاني هو تأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 6 شهور. الإجراء الثالث هو تأجيل أجل القروض البنكية لفائدة أصحاب الفنادق وشركات النقل السياحي، وقد تصل مدة هذا التأجيل إلى سنة. مخطط تم إطلاقه بقيمة 2 مليار درهم للحفاظ على مناصب الشغل وتمكين المقاولات السياحية من مواجهة الإكراهات المالية المرتبطة بهذه الأزمة، لكن إجراءات المخطط استثنت العديد من القطاعات الأخرى المرتبطة بالسياحة حسب بعض المستشارين. كاين قطاعات اللي مسؤول فيها التحد، مثلا وكالة كراء السيارات، النقل السياحي، كاينين موالين الكواتشة، كاينين الحلاقية جامع الفنا، اللي صراحة حتى هما راه تعتبروا واحد الدعم أساسي للسياحة. كان هناك ارتباك في التعاطي مع المسألة السياحية بالمغرب خصوصا في هذه السنتين، تجلى داك الشيء في خلق مجموعه ديال الاشكالات في الهيكليه للمقاولات السياحيه اللي اثر مباشره على الشغيله ديال هذا القطاع اللي تسبب مجموعه ديال التسريحات. المستثمرين في القطاع ديال ليزاجونس ولا الطيران ما قدروش ياخذوا قرارات لان مازال متخوفين، ما عرفوش كيفاش غادي يتعامل الحكومه، شنو هما الاجراءات اللي غادي يطلبوا بهم، كيفاش داروا اجراء ومازال ما حطوش أشنا هو المطلب الأساسي من باش يدخلوا الناس. الحكومة بادرت بتخصيص مبلغ يعني مالي مهم، لكن التساؤلات ديالنا وهو
أن هذا المبلغ المالي يجب أن يصرف على مستحقيه وبطريقة فيها نوع من الشفافية. جدير بالإشارة أن القطاع السياحي عرف انخفاضا في عدد الوافدين على المملكة سنة 2020 بنسبة 79% و 71% سنة 2021، مما شكل خسارة كبيرة للقطاع ناهزت 90 مليار درهم بالنسبة لمداخل السياحة الخارجية. وبعد ركود عملته تداعية الجائحة على قطاع الصناعة التقليدية جراء غياب السياح، عاد الأمل من جديد للحرفيين والتجار بعد قرار استئناف الرحلات الجوية في 7 من هذا الشهر، قرار انتظره مهنيو القطاع لعله يعوضهم خسائر أزمة هي الأسوأ على الإطلاق. من مراكش روبورتاج سمية بالعياشي، حسن مسكور وعادل معروفي. انتشر الخبر البشرى فأعادت محلات أسواق الصمارين فتح أبوابها ليمتزج وميض وألوان ما يعرضه الباعة والصناع من منتوجات الصناعة التقليدية ببريق الأمل في أعينهم. أزمة اضطرينا بها، اضطر بها كاع الناس ديال مراكش في السياحة ولا المغرب كله، والحمد لله ملي سمعنا هذا الخبر ديال بيت تفتح المطارات فرحنا بكل نوع ان شاء الله على الخير. هذا الخبر كاين واحد الانفراج، واحد الشوفه بحال قلتي، واحد الشوفه ديال التفاؤل في عينين ديال التجار، وتا النفسيه تبدلات، وتا الطريقه باش كيوليو كيهضروا تبدلات، ولات بحال قلتي واحد الامل. هاد الحله اللي حلو ديال المجال الجوي راه ردت الامل للتجار. خبر فتح الحدود جاء لينهي معاناة التجار الصغار على وجه الخصوص من أزمة غير مسبوقة، إذ اضطر معها أغلبهم إلى إغلاق المحلات والبحث عن سبل أخرى لكسب عيشهم. كنا سادين واحد تقريبا واحد 6 شهور ولا 8 شهور هي سادين، وحلينا فاش عاوتاني شوية وعاوتاني زين، ولكن بقينا حالين واخا تسدوا المطارات بقينا حالين. لا ما كاين والو، كاين والو. تعاملنا شي شويه، كانوا شي شويه ديال المغاربه ديالنا سياحه داخليه، ولكن شي حاجه عاديه قليله. راه لا اله الا الله، راه عباد الله راه وصلت لواحد المستوى اللي راه الناس ما باقيش قدرت تكلم كاع، حتى الصوت فقداته، حتى لغه الحوار فقداتها، حتى الشكل ديال الانين في الداخل ديالها راه لا اله الا الله. المستقبل يبدو مبشرا، وقلب ساحة جامع الفنا سيعود للنبض من جديد، وإن كانت المعركة ضد فيروس كوفيد 19 لم تنتهي بعد، معركة يجب علينا جميعا تحمل المسؤولية لكسبها باحترامنا للتدابير الوقائية. في الشأن التربوي ووسط أجواء يطبع الالتزام بالتدابير الاحترازية، انطلقت بالمؤسسات التعليمية العمومية والخاصة ببلادنا اليوم امتحانات الموحد المحلي بالمستويين 3 إعدادي و6 ابتدائي. أجواء الامتحان يطبعها التنظيم المحكم وتوفير الظروف الصحية الملائمة لمنع انتشار الوباء. من الصويرة روبورتاج حنان أرسلان وعبد الغني الطهراوي. على غرار باقي المؤسسات التعليمية بالمملكة، تستقبل ثانوية المهدي بن بركة الإعدادية ممتحني الموحد المحلي تحت وقع الجائحة. مستهل رحلة اجتياز الامتحان يكون عبر اجتياز البروتوكول الوقائي المعتاد، قياس للحرارة، تعقيم للأيدي، والتأكد من وضع الكمامة. عندما دخلنا مع باب المؤسسة، أول ما قمنا به هو التعقيم وأخبرونا بوضع الكمامة. ندخلوا المدرسة، درنا التعقيم أوليفافيت ديالنا بس نديروا الحماية ضد هذا الوباء. من دخلنا شنا الأقسام اللي احنا فيهم، من دخلنا كل تلميذ جلس في الطاولة دياله. المؤسسات التعليمية تستقبل تلامذة السنة 3 إعدادي لاجتياز الامتحان الموحد المحلي اليوم وغدا في ظل تفشي المتحور أوميكرون، أمر استعدت له الأطر التربوية بالمؤسسة. دار واحد الاجتماع اللي تكلمنا عليه فيه على مجموعة من التدابير اللي خصها ترعى في الامتحان، لا سيما في ظل هذه الجائحة هذه. الحمد لله كل شيء حاضر وكل شيء تلام بصحة جيدة، وجميع الإجراءات الاحترازية تم اتخاذها باش يمر هذا الاستحقاق في ظروف جيدة.
عبر 33 مؤسسة بإقليم الصويرة يجتاز 6818 تلميذا امتحاناتهم في انتظار استصدار نقط الأسدس الأول بدءا من 4 فبراير الجاري بالنسبة لشتى المستويات الدراسية. في أخبار المؤسسة التشريعية، تم التوقيع على اتفاقية تعاون بين البرلمان ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ممثلة بالأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية. غايتها مواكبة النواب والمستشارين وتكوين أطر المجلسين في مجال الدبلوماسية البرلمانية. أحمد بن خديجة وعثمان تاسي. هذه الاتفاقية هو تفعيل لواحد إعلان مبادئ اللي كنا كنكرروه لمدة سنوات، لكن اليوم كيتفعل في إطار هذه الاتفاقية. الأساليب ديال الاشتغال تختلف نظرا لاختلاف المؤسسات، لكن الهدف واحد هو الدفاع عن قضايانا الوطنية وخاصة كل ما يتعلق بالقضية الوطنية من جهة، ثم القضايا الملحة المطروحة على المستوى الدولي. من أجل دبلوماسية مبادرة استباقية واحترافية وناجعة تكون في مستوى التحديات المطروحة، خاصة وأن الظرفية العالمية الراهنة تتسم بتغييرات عميقة وتحولات كبيرة على المستوى الجهوي الدولي، وهذا ما نتوخاه من إبرام اتفاقية التعاون هذه مع الأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية تتعلق بتطوير وتقويات قدرات السيدات والسادة المستشارين في مجال الدبلوماسية والعلاقات الدولية. الأكاديمية هذه دابا تقريبا واحد 14 عام باش دارت، خدات واحد النوع ديال النضج وواحد النوع ديال المعرفة. الأكاديمية كونات الخارجية 600 دبلوماسي وكونات واحد 200 دبلوماسي أجنبي، فكنقولوا إلا كانت الأكاديمية كتساهم في تكوين دبلوماسيين أجانب، كيفاش أنها ما تشتغلش في إطار الفاعلين الآخرين في الدبلوماسية؟ وبمجلس المستشارين ندوة حول القانون المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين وتجاه المعطيات ذات الطابع الشخصي، نظمها المجلس بشراكة مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية. في المتابعة نادي المدن وحمزة السايح. رغم الإطار القانوني ورغم المكتسبات المحققة، إلا أن تحديات كبيرة لا زالت تواجه حماية المعطيات الشخصية التي أضحت تطال مع التطور الرقمي معطيات سلوكية. ما يسمى بالمعطيات السلوكية هي كل شيء اللي يمكن الآخر باش يعرف شنو العمليات اللي تيمارس الإنسان المواطن في إطار المنظومة الرقمية. وهذه المعطيات السلوكية اللي تتعطي معلومات خاصة وغير خاصة، خاص الإنسان ينتبه لها ويشتغل بإيجابية، يجاوب إيجابية معها، ولكن في إطار ليكون مؤثر قانونيا. وهذه بداية شراكة أولا اللي نهجها المجلس المستشارين سواء مع المؤسسات السورية ومع المؤسسات الوطنية، ونعتبر بأن هكذا مواضيع هي إضافة نوعية لعمل المجلس وانفتاح المجلس على المحيط له. مبادرة المؤسسة التشريعية في هذا الاتجاه تندرج في إطار تعاونها مع مختلف المؤسسات والهيئات الوطنية والوقوف عندما تحقق والفرص التي يتيحها النص التشريعي واستشراف أفق مرافقة تفعيل تدابير المعالجة التقنية للمعطيات ذات الطابع الشخصي. تكريسا لتقليد يروم تقييم مستوى الخدمات القضائية وعرض الأهداف الاستراتيجية والمشاريع المستقبلية من أجل تحقيق الجودة والنجاعة القضائية، افتتحت بمدينة تطوان السنة القضائية 2022. في المتابعة ياسر العمراني وعبد العالي جنوني. افتتاح السنة القضائية الجديدة بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بتطوان شكل مناسبة للتطرق للنشاط القضائي وحصيلة التنفيذ الزجري بالدائرة القضائية لهذه المحكمة، إلى جانب عرض مظاهر تحديث الإدارة القضائية وإبراز أوجه التميز للعمل القضائي بهذه المحكمة. كما استعرضنا خلال هذه الجلسة الاستشرافات بالنسبة للعمل القضائي بالنسبة لسنة 2022، كما تميزت هذه الجلسة بالتشريف ديال الاستحقاق ديال الوسام ملكي
أنعم به صاحب الجلالة على أحد قضاة النيابة العامة بهذه الدائرة، ألا وهو الأستاذ عبد العزيز بن زيدة أحد نواب الوكيل العام لدى محكمة السنة في تطوان. ويعد افتتاح السنة القضائية تقليدا سنويا يروم التقييم الموضوعي لمستوى الخدمات القضائية وعرض الأهداف الاستراتيجية والمشاريع المستقبلية لرئاسة المحكمة والنيابة العامة من أجل تحقيق الجودة والنجاعة القضائية. في أخبار الحوادث، جريمة بشعة هزت ساكنة حي سيد الخدير بمنطقة الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء، فصولها تعود إلى أقدام شخص على قتل أبيه وزوجة أبيها. التفاصيل في روبورتاج حسن زكي ومحمد شكير. ساكنة هذا الحي بمنطقة سيد الخدير بالحي الحسني لم تستفق بعد من هول الفاجعة. جريمة قتل مزدوجة ضد الأصول أقدم عليها شخص ثلاثيني مشتبه فيه بقتل أبيه وزوجة أبيه. جارتهم قلت لهم راه الصداع كاين الفوق، قلنا وقع لا كاين شي مناقشة عادية، عائلة مناقشين بعضياتهم، وعاد شوية كنسمعوا الغوات، طلعنا كنجريو تنادينا كندق عليه كنسد عليه واحد الباب كيسحبوا ونقز من السطوحة، ونقز من السطوحة ومسكينة تخلع تخبى، فرقعنا عليه الباب ديال الحديد، جاو باش جاو الرجال الأمن الله يجازيهم بخير، جا عندنا السيد قالنا جزرت نقلب على السرد نحل لكم، قالنا جزرت، السيد ما عرفش شنو دار. المشتبه فيه يعاني حسب شهادات جيرانه من اضطرابات نفسية ويعيش منعزلا بشقة مجاورة لمسكن عائلته. هذه الفاجعة هذه لا إله إلا الله محمد رسول الله، هاد الدري مريض مدة 5 سنين هو مريض، فهمتي؟ وباش حنا عرفناه مريض من بعد، هو بحال مني ماتت أمه كانت عزيزة عليه، أمه كانت كدير الدياليز كيديها ويجيبها كيركب على ظهره، أقسم بالله اللي كيركب على ظهره، وباش هاد الجيران كلهم مني ماتت أمه بحال الدري مسكين بقات فيه، راه الله يحسن العون. والدي الله يعمر دار، وهذه مرت باه تاهي تزوج بها باه الله يعمرها دار، الدري ما فيه تبلية ما فيه حتى شي حاجة خايبة. بعد وقوع هذه الحادثة المروعة تم إلقاء القبض على المشتبه فيه لإخضاعه لإجراءات البحث القضائية للكشف عن ظروف وملابسات هذه الجريمة مع تحديد دوافعها وخلفيتها الحقيقية. يعاني مستعملو الطريق الرابطة بين الرباط والجماعة ربيع عين عودة من تدهور في بنيتها التحتية ينضاف إليه غياب الإنارة العمومية على مسافة تناهز 7 كيلومترات، وهو الأمر الذي يشكل خطرا حقيقيا على مستعملي هذه الطريق. روبورتاج عبد الرحيم بن شيخي وعبد الفتاح الزوين. ليلا باتجاه عين عودة شارع مضاء إلى حين، ما أن تقترب من عين عودة 6 كيلومترات تودعك الإضاءة وتسبح في طريق مظلم إلى وجهتك، الحالة أصبحت واقعا والحوادث تناسلت. الشارع اللي جاي من باب زير حتى الاخر ديال عين عودة 6 كيلومترات يعني تقريبا، وفي الحفارة والضو ما كاينش يعني شحال من حاجة، وتوقعوا فيهم حوادث. تلقى شي 7 كيلومتر عين عودة كلها محفرة، وكاين الحوادث توقع في الليل، وتنطلبوا من المسؤولين لهداهم الله يصلحوا لنا الطريق من لاتين عندنا، ولات رئيسيه دابا. المشكل الاول هو الاناره. نعم. المشكل الثاني طريق ضيقه، ما ني با بيان تراسي بحال دابا مثلا، ولا لي لا سينياليزاسيون، هذا ستوب هذا دوره من هنايا صغيره. ليلها كنهارها، هذه الطريق لا تخلو من مشاكل، ضيق في العرض، حاله متدهوره بطريق رئيسية تربط الرباط بعين عودة ومن سكنها. الترافيك اللي فيه، المواصلات اللي فيه مختنقة وكثيرة، والليل تيكون فيه بزاف ديال السيارات اللي تيدوزوا، والطوبيسات ما تيتحدوش، خاصهم يحلوا هذا المشكل هذا ويوسعوا هذا الطريق هذا. المشكل الكبير هو أن الطريق ضيقة بزاف، حيت إلا بغيتي تخرج وقع لك شي أونبان ولا شي حاجة وبغيتي تخرج باش تشوف المسائل ديالك كتلقى صعوبة. ضروري خصهم يزيدوا فيه ويسعوا، لان دابا الناس سكنوا بزاف وتزادت المباني وخصوصا في الشتاء وفي الضبابه، مشكل كبير واكثر تكون الضبابه في هذه الجهه. ونخلص الى طمانه من مجلس منتخب يبشر بحل قريب. كنطمئن الساكنه بان هذا الشارع على ابعد تقدير غيكون في المؤسس ان شاء الله، حيت اللي باقي لنا هي الدراسه ديال القنطره، حيت غتكون دوبل فوا، يعني الدراسه ديال القنطره 6 كيلومتر ودمي تقريبا بواحد التكلفه ماليه ما يقارب 6 او 6 المليون او 6 المليون ونص ديال الدرهم.
شارع رئيسي يعاني في جزء مهم من حالة تهدد فعلا سلامة السائقين والراكبين والعربات وحتى الراجلين. في انتظار إصلاح مرتقب، رافقتكم السلامة. نتوقف اللحظة عند فقرة عين على البيئة مع الزميلة هدى المسهل، والتي ستتطرق إلى الإشكاليات التي تعاني منها المناطق الرطبة وأهمية تأهيل العنصر البشري لتحقيق الاستدامة البيئية. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. نظمها البيئية غنية ومتميزة، فهي موطن لعدد كبير من النباتات والحيوانات، تساهم في إزالة التلوث والحد من تآكل التربة، كما تعيد تغذية إمدادات المياه الجوفية. الأراضي الرطبة من الموائل الأكثر إنتاجية على كوكب الأرض. العالم يحتفي يوم غد 2 فبراير باليوم العالمي للأراضي الرطبة، وذلك بهدف زيادة الوعي بأهميتها في حياة الإنسان ووظائفها الحيوية بالنسبة للكوكب. حسب تقييم النظم الإيكولوجية للأمم المتحدة، تعد المناطق الرطبة من أكثر البيئات تدهورا، وتعود الأسباب لعدة عوامل على رأسها الأنشطة البشرية، سوء الإدارة، وآثار التغيرات المناخية. بين 70 900 و 2015 و2000 فقد العالم 35% من أراضيه الرطبة. المغرب يتوفر على ما يناهز 300 موقع رطب تمتد على مساحة تقدر بحوالي 400,000 هكتار، منها 38 موقعا مسجلا ضمن اتفاقية رامسار الدولية. هذه الاتفاقية انخرط فيها المغرب سنة 1980، كما يلتزم بالحفاظ والاستخدام المستدام لهذه المنظومات البيئية الحساسة. مرجة الفوارات بالقنيطرة فضاء رطب يحتضن تنوعا إيكولوجيا مهما مصنف كموقع ذو أهمية بيولوجية على الصعيد الدولي، يتعرض للتدهور بسبب عوامل متعددة. روبورتاج مريم بن زكري ومحمد ثوانينا. المنطقة هذه كانت واحد المحج واحد المزار، لعبوا هنا نطريدوا هنا لعبوا الكرة هنا كلشي هنا. يسترجع السيد مصطفى ابن منطقة الفوارات وضع البحيرة قبل سنوات مع جيرانه، يتذكرون ما كانت تزخر به من تنوع بيولوجي وإيكولوجي. تغير اليوم حال المرجع، فأضحت مصبا لمقذوفات المياه العادمة، زحف الإسمنت، وتدخلت يد الإنسان، فأصبح وضعها مقلقا يثير مجموعة من التساؤلات. ما بقاش هذاك المحج، يعني كان بحال شي محج بحال شي مزار ثقافي رياضي ترفيهي خدماتي، للاسف ما بقاش هذا الشيء كله. وزعما هذا الشيء اللي شفت اليوم واللي كنعيشوه اليوم بالمقارنه مع الماضي، زعما كتاسف له انه الى تقصت البيئه تقصت الصحه. تخربات بزاف، هانتوما كتشوفوا معنا الازبال اللي كيتلاح هنايا، واثرت على الاشجار واثرت على كل شيء. التدهور الذي تعرفه المرجع يهدد أمنها البيئي، طيورها المهاجرة، تدهور يطال أيضا النباتات والمياه كثروة طبيعية تشكل موروثا بيئيا للمنطقة. مازلنا نترافع من أجل تهيئة هذا الفضاء وجعله من فضاء يعاني من التلوث، يعاني من عدة مشاكل، إلى فضاء مستدام يساهم في التنمية المحلية من خلال والتنمية الثقافية والتنمية البيئية من خلال برامج مندمجة. إنقاذ مرجة الفوارات يمر حتما عبر إعادة توازنها البيئي وإزالة أسباب اختلال منظومتها،
فكيف ذلك؟ فالتهيئة باستشارك جميع المتدخلين حاولنا ما أمكن نقوم بواحد الدراسة باش نعرفوا الدراسة المجالية ديالها، شنو المنطقة اللي خاصها تكون محمية، وشنو المنطقة الوقائية ديالها، وشنو المنطقة اللي يمكن تكون مصلحة للبناء. كان التدخل ديالنا في الوقت المناسب باش نحدوا من هذا الزحف العمراني على هذا المرجع، وثانيا بأن المنطقة اللي كتكون محادية كنسميها منطقة وقائية، اللي الدور ديالها هي أنها تستقطب واحد المجموعة ديال المشاريع. ورغم كونها موقعاً ذو أهمية بيولوجية ضمن لائحة رامسار منذ 2018، تحتاج المرجة كعدد كبير من المناطق الرطبة بالمغرب تدابير متواصلة لإنقاذها كذروة طبيعية يتميز بها المغرب. ولإثراء النقاش أكثر مشاهدينا الكرام حول هذا الموضوع يحضر معنا الدكتور سعيد العربية، الأستاذ الباحث المختص في الأوساط الطبيعية والتنمية المستدامة. أهلا بك سيدي. أهلا بك سيدتي. مرحبا بك. إذن المناطق الرطبة كما نعلم هي مناطق غنية طبيعيا تقدم خدمات كبيرة للمنظومة الإيكولوجية وللإنسان، تتعرض في نفس الوقت للتدهور بسبب عوامل عديدة كما تابعنا في الروبورتاج. بداية، كيف يمكننا اليوم وصف حالة الأراضي الرطبة بالمغرب؟ شكرا على الاستضافة وعلى إطراء هذا الموضوع الرهيني، ونحن على أبواب يعني الاحتفال باليوم العالمي للأراضي الرطبة. نعم. بالنسبة لحالة أو وضعية المناطق الرطبة بالمغرب، فكسائر دول البحر الأبيض المتوسط وجب التذكير بأن المغرب يزخر بمجموعة مهمة ومساحة كذلك مهمة من المناطق الرطبة التي تعتبر خزان أول للمياه. نعم. وتتكون مجموعة من المكونات النباتية النادرة المائية، الحيوانات كالطيور مثلا، وكذلك مجموعة من المشاهد الطبيعية النادرة. نعم. لكنها تتعرض مع كامل الأسف لمجموعة من الضغوطات من الإكراهات والعوامل سواء طبيعية أو بشرية. نعم أستاذ، هل يعني درجة تضرر هذه الأراضي هي متفاوتة من منطقة لأخرى بالمغرب؟ بالفعل هناك تفاوت كبير، يعني من المناطق الشمالية والمناطق الجنوبية، المناطق الساحلية، المناطق كذلك الحضرية والمناطق القروية. ما هي الأكثر تضرراً يعني؟ الأكثر تضرراً هي المناطق المجاورة للمناطق، مثلاً في المناطق الغابوية والمناطق القروية، كذلك المناطق الحضرية، لأن هناك ضغط على هذه على الموارد بطبيعة الحال واستغلالها استغلال غير عقلاني. نعم، نعلم أن هناك مجموعة من الاستراتيجيات والخطط لحماية الأراضي الرطبة بالمغرب على المستوى الوطني والجهوي أيضا، لكن رغم ذلك لا زلنا نرى يعني تدهور هذه الأراضي. هل هذه الجهود اليوم غير كافية؟ يعتبر المغرب من بين الدول الرائدة في اعتماد مجموعة من الاتفاقيات الدولية في هذا المجال، من بينها اتفاقية رامسار. نعم. التي صدق عليها المغرب سنة 1980، والتي تم تنزيلها عبر الاستراتيجية الوطنية لحماية المناطق الرطبة 2015-2024، وكذلك عبر تصنيف مجموعة من المناطق الرطبة رامسار وحمايتها كذلك، وكذلك هناك مجموعة من المشاريع الميدانية. نعم، هناك تطلع لضم مجموعة من المواقع الأخرى الرطبة ضمن هذه اتفاقية رامسار بحلول 2030. تماما، هناك من بين الأهداف الاستراتيجية هناك تطلع إلى ضم 30 منطقة رطبة إضافية رامسار. نعم. وكذلك تفعيل اللجنة الوطنية لحماية هذه المناطق. إذن أستاذ، لماذا هذه الجهود غير كافية اليوم؟ بطبيعة الحال هذه الجهود غير كافية وتبقى غير كافية، لأن أولا كما كنعرفوا أنه هذا تدبير هذه المناطق الرطبة يتمركز في قطاع حكومي واحد، ونجد في الميدان صعوبة في تدبير هذه المناطق عن قرب. نعم. وكذلك في مجال التنسيق ما بين مختلف الفاعلين، خصوصا الجماعات الترابية، الجمعيات، المجتمع المدني. هناك مجموعة من المتدخلين. هناك مجموعة من المتدخلين تماما. نعم. ويصعب التنسيق في هذا المجال. إذن ما المطلوب اليوم لتحقيق حماية أكبر لهذه المناطق، خاصة وأن أدوار هذه المناطق الاقتصادية والاجتماعية هي يعني في نفس قيمة الأدوار البيئية؟ بالنسبة للمحاور التدخل في اعتقادي يمكننا تلخيصها في مجموعة من المحاور. أولا المحور القانوني
وجب يعني تفعيل القوانين وإدماج وتحيينها وإدماج البعد ديال حماية الأراضي الرطبة في هذه القوانين. ثانيا الشراكات وتقوية الشراكات ما بين مختلف الفاعلين وخصوصا جمعيات المجتمع المدني والساكنة المجاورة لهذه المناطق. كذلك الحكمة الجيدة وتدبير عقلاني رشيد لهذه المناطق. كذلك دون أن ننسى التوعية التحسيس وتقوية قدرات جميع الفاعلين خصوصا الساكنة المجاورة لهذه المناطق. وفي الأخير ربما وجب إضافة يعني وجب تطوير ودعم البحث العلمي في هذه المجالات التي تعتبر مختبرات يعني للبحث وللعلم، ويمكننا كذلك إيجاد يعني حلول مناسبة ودقيقة لحل هذه الإشكاليات التدهور. نعم، وأيضا أرى أن دعم والمبادرات المبتكرة أيضا في هذه المجال يمكن أن يلعب دورا، فالعمل من أجل الأراضي الرطبة هو عمل من أجل الإنسان والطبيعة. أشكرك الدكتور سعيد العربيان الأستاذ الباحث المختص في الأوساط الطبيعية وتنمية المستدامة، أشكرك جزيل الشكر. شكرا. على هذه المساهمة القيمة. شكرا لك. مرحبا بك. كي تكون التنمية المستدامة خلاقة لابد أن تنطلق من الإنسان وأن تراعي حاجياته على كل المستويات، فتأهيل العنصر البشري روحيا وفكريا وسلوكيا موازاة مع تأهيله العلمي أمر له أهميته ضمن المنظومة الإنمائية. الفكر الصوفي والتنمية المستدامة مساهمة فكرية قيمة لإبراز أهمية الانتقال الأخضر ضمن النموذج التنموي. نتابع الروبورتاج. العلاقة مع البيئة ومع التنمية تنطلق من واحد التصور، واحد المجموعة ديال المقومات الفكرية والثقافية والحضارية، ومن خلالها بطبيعة الحال تنوجدوا واحد المجموعة من القيم والتصورات الدينية والروحية. هذه المنظومة ديال التصورات هي التي تعطينا واحد الواقع على البيئة وعلى التصورات التي يمكن أن تنتج من خلال تعاملنا مع هذا المحيط الذي هو موجود حولنا. احنا يا كسنتر كيهتم بالكاليتي والديفلوبمون دورابل والليجيان سيكوريتي انفيرونمون ان جينيرال، دونك صراحه بغينا نعرفوا زعما شنو هي العلاقه ديال الصوفيا مع مع داكشي اللي حنا كنديروا لي فورماسيون اللي حنا كنقدموا كسنتر. لو صوفيزم اي سا ريلاسيون افيك لو ديفلوبمون دورابل اي لا ترانزيسيون ايكولوجيك، وبما اننا حنا كنهتموا بتو سكي انفيرونمون تو سكي ترانزيسيون ايكولوجيك، دونك جينا هنايا باش نستافدوا من هذه المحاضره ونشوفوا يعني الافاق ديال لي فورماسيون وشنو نقدروا نقدموا من بعد للطلبه ديالنا والشباب المغربي خاصه والافريقي عامه. التنميه لها جانب مادي وجانب لا مادي، وهذا التكامل بين الجانبين هو اللي تعطي واحد القوه في التصور العام للمقاوله وللعمل بالنسبة لهذا المحيط الاجتماعي وكذلك المحيط الطبيعي. وأقترح عليكم مشاهدينا الكرام الآن هذه الصور التي تبرز الغنى الطبيعي والتنوع البيولوجي والجمال الأخاذ للأراضي الرطبة بالمغرب، والتي تستحق منا جميعا الحرص على حمايتها والحفاظ عليها. مشاهدينا الكرام، ختام هذا العدد، تواصلوا معنا على البريد الإلكتروني الخاص بعين على البيئة environnement@snrt.ma. طاقم عين على البيئة يشكر بقائكم معنا ويضرب لكم موعدا الأسبوع المقبل بإذن الله. وقبل
قبل الختام، تنهي وزارة الأوقاف وشؤون الإسلامية إلى علم المواطنين أنها راقبت هلال شهر رجب لعام 1443 هجرية بعد مغرب هذا اليوم، واتصلت بجميع مندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال، فأكدوا لها جميعا عدم ثبوت رؤيته. وعليه فإن شهر جماد الآخرة يكون قد استكمل 30 يوما، ويكون فاتح شهر رجب هو يوم الخميس 3 فبراير. أهل الله هذا الشهر المبارك على مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله باليمن والخير والبشر والبركات، وعلى ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية قاطبة بالرقي والازدهار والأمن والهناء، إنه سميع مجيب. إلى التذكير بالعناوين: عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، تجديد لوفاء المملكة بالتزاماتها إزاء إفريقيا وفق شراكة اقتصادية مبنية على تعاون جنوب جنوب ومدافعة عن المصالح الحيوية للقارة السمراء. انخفاض مسجل في المنحنى الوبائي على المستوى الوطني في ظل الموجة الثالثة من الانتشار الجماعي للفيروس ومتحور أوميكرون يشكل 98% من مجموع الحالات المسجلة. الحكومة تقرر العمل بمجموعة من الإجراءات والتدابير في إطار قرار إعادة فتح الحدود في وجه الرحلات الجوية من وإلى المملكة، والقرار يخلف ارتياحا في صفوف مهنيي القطاع السياحي. إشكالية بيئية حقيقية تواجه المناطق الرطبة بالمغرب في ظل تراجع مستوى المياه بالبحيرات وتداعياته المباشرة على الكائنات الحية. سعداء بالتواصل معكم، ألقاكم غدا بإذن الله.